مساء الخير. البوصلة أول حلقات الأسبوع، مكملين في الطريق اللي لم يصبح صعبا، أو زي ما بقول الصعب فات خلاص. الشرح الأكتر والأعمق والأدق والأصعب في تفكيكه قلناه خلاص في الخمس أسابيع للإجماع، ورد الفعل على فهم الناس، يعني ما أقصدش حاجة، هايل، اتفهم اللي أنا عايزه يعني، مش أكتر من كده. لأن أنا زي ما أنا هقول في حلول الإجماع اللي هنقولها في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع الجاي، الحلول اللي نقدمها النهاردة، كل عايزين نوصل له ليس هدم فكرة أن يجمع فقهاء أو علماء أو مفكرين الأمة الإسلامية على أمر ما، لكن أنا فقط عايزين نرجعه إلى مكانته الطبيعية، أن يكون الإجماع أولا ليس مقدسا، أنه بشري، وأن نرى أن أصوله التي تقدس بها غير صحيحة بشهادة بعض القراءات اللي قرأناها، زي مسألة الآية اللي استشهد بها الشافعي عندما ذكر ابن حجر أن ابن كثير أن كثيرا منهم قال أن استدلال الشافعي في غير محله، كثير منهم دول من التراثيين، لكن طبعا الأصوات دي ما وصلت لكوش. وإنه جزء من معرفة الناس بهذه الأشياء التي اختلقوها وأسموها علوما فتبسط للناس، ثم إنه يظل إجماع مش بس إنه مش مقدس، إنه ابن زمانه، يعني هنقول ده في الحلول الأسبوع الجاي، إجماع مجتمعي وليس ديني، زي ما احنا النهارده عايزين نشوف مصلحة مجتمع. باقي بقى جزء مهم جدا عايزكم تتنبهوا لي، إنه زي ما بقول لكم في دايما حاجة الحقيقة أنا ما عنديش ليها توصيف أو عملت لها فلسفة عند القدامة، وهي مسألة معقدة. أنا بتكلم جد يعني جدا في الفلسفة، الفلسفة بعيدة عن اللي احنا بنتكلمه خالص، مسألة وجود رأي ما أو اتجاه، مين فيهم اللي بيغلب الآخر؟ هل الفكرة بتغلب الشخص أم الشخص هو اللي منشئ الفكرة؟ ده موضوع معقد فوق ما تخيلوا، الكلام في الفلسفة بس مالناش دعوة بيه. ده بشكل ما عايز أشرحه على ببساطة كده وإيجاز في مسألة ما في هذا الدين من يوم وفاة الرسول. في خط حقيقة أنا ما أعرفوش، يعني ما أعرفش أفلسفه ليكوا، بس هقوله يعني. عايز طريقة معينة، اتجاه معين، عايزه بشكل حتى لو جه في طريقه، أنا بقول لكم يعني اصطدم من أول القرآن يتخطاه، وده أنت شفتوا عليه يعني أدلة، أو يستخدمه يعني يتخطاه كأنه مش ما شافوش قرآن، يا إما يستخدمه. عايز تزوج البنات الصغيرات، فأنا هروح مطلع لك الآية بتاعت، هو ده خط، ده ما كانش موجود في الإسلام، ناس، فكرة، اتجاه. الحقيقة مش عارف أبتدي منين، يعني من العصر الأول، بس مين اللي عايزه، يعني من صاحب هذه الإرادة، مش عارف كلامي مفهوم ولا. فعايز خلاص نتجوز البنات الصغيرة، فيبتدي يلاقي الآيات مطية، لأن الدين أخطر شيء ممكن تسيطر بيه على المجتمع، أخطر شيء، وهم اكتشفوا ده من بدري من بدري، ومش في الدين الإسلامي بس، حقيقة في كل أديان. فعايز تقتل الناس وتدخل البلاد تلاقي لها مبرر فتستخدم القرآن. اصطدمت بآيات عكس مرادك اللي هي 100%، يعني أكيد زمان كانوا شايفين الآيات اللي بتقول إن الله لا يحب المعتدين، أكيد أكيد، لكن هم اخترعوا جهاد اسمه جهاد الطلب، أدخل البلاد واعتدي، وربنا بيقول لي إنه لا يحب المعتدين، فطلع موضوع اسمه النسخ، إن الآية دي اتنسخت. وأنا دايما كنت بقول، هو ربنا هل ينسخ ذاته تنسخ؟ يعني الله يحب كذا ويكره كذا، هل ده ينسخ؟ إن الله لا يحب المعتدين، معقول ده عاقل في الدنيا يقول إن هو ينسخ؟ فعايز تدخل البلاد اخترع حاجة ضد القرآن، واستخدم بعض آياته وانسى بعض آياته. أنا بكلمك على حاجة أكبر كتير قوي توصلنا لحاجة في النقطة دي. طيب عايز تتجوز بنات الصغيرة، أنت تاخد اللائي لم يحضن وتعيش بيها وتستخدمها وتوسع معناها وتغيره وتزوره، وبعدين لما تلاقي حتى إذا بلغوا النكاح اعمل نفسك ما شفتش. مين بقى اللي عايز ده دايما؟ الحقيقة ما عرفتش أمسكهم، يعني مش شخص ولا واحد ولا جهة ولا مؤامرة على الإسلام، في خط عايز كده من، يعني لو قابله بقى من أول، بقولك القرآن بيتخطاه، سنة
يعني تعالى انا من اسبوعين وريتكم حديث صريح بيخلفوه، ولا من 3 اسابيع، وياما البكر تستأمر والايم تستأذن لا هنجوزها صغيره بلا اذن لها ويزوجها ابوها. طلب العلم فريضه على كل مسلم من اسبوعين، والترك القرطبي يقول لا مش على كل مسلم، ولو كل مسلم عارف العلم هنروح في داهيه كده. وفي كتير، فقرآن بتتخطاه وبتنسى بعضه، بتفتكر بعضه وتستخدمه. سنه سهل جدا تتخطاها، تخترع الاجماع، لدرجه ان الغزالي اسبوع اللي فات شرحت لكم يقول لك الاجماع لا ينسخ اللي هو بشري، والقرآن والسنه ينسخوا بس انتوا مش عارفين كده. وحاجات كتير يعني. بالمناسبه بين قوسين عشان مش هقطع السياق، بعد ما نخلص الاجماع بقى عندنا تعليق كام حلقه كده بقى، لحسن في حاجات قد كده مش عايز اقطع بيها السياق بس محوشها في قلبي. يعني من اسبوع كده تاني للمره العاشره دلوقتي جايين في السكه هم كلهم، دار الافتاء بمناسبه المثل اللي انا قلته من شويه على الزواج الصغيرات اللي احنا ايت لم يحض ما عملنا لها 3 اسابيع لوحدها، دار الافتاء المصريه ومشكوره برضو قالت الكلام اللي انا هقوله ده، زواج القاصرات اللي هم الصغار يعني حرام شرعا. اسمع شوف احنا وصلنا الدنيا بتتغير، وبص ضغطنا انا اسف يعني بس هو دي الحقيقه، واتجاهنا وافكارنا وصلت ان دار الافتاء تقول حرام شرعا مش مكروه، بلاش نعمله. زي قياده كده كبيره في الازهر من 6 شهور كده قال لك هو لا الاسلام لا يجرمه ولا يحرمه يعني ولا يحض عليه، سابها لنا مفتوحه يعني مش صحيح. فدلوقتي دار الافتاء وان كان في الاستدلالات لما نناقشها بقى الاسبوع الجاي ولا اللي بعده، الاستدلالات برضو مش انما ايه كويس، لكن هنرجع نفس النقطه اللي قلتها برضو من اسبوع، ما تصلحش في الاطراف، صلح الاصول، واجه الاصل، لانه استدلالك مبني يعني مش عايز ادخل في الموضوع على برضو ان الاصول كانت تمام بس احنا ممكن نقدر نقول انه حرام. على العموم يكفي. بصوا قد ايه بقالي عمال فتره اقول لكم قالوا كذا عملوا كذا، ومش عارف شيخ معمم قال السيدة عائشة كان عندها 18، اللي هو كلامي اللي كاتبه من 14 سنة 2006 ولا يعني 13 سنة خلاص. فأهلا بيهم، بيجوا متأخرين جدا بس أنا مبسوط جدا إنهم جم وصلوا. زواج القاصرات حرام شرعا، أنا بقول لك إنه مش هيأثر في المجتمعات دي اللي بيجوزوهم، بس على الأقل يأثر بنسبة 10-20، نسبة ضعيفة بس، إنه يلاقي الجهة اللي هو بيثق فيها ومش عارف تقول حرام. يعني ما بقاش كلام الراجل لابس بدله ده والراجل ما سمعش كلامه ده، لا كويس حلو شكرا ليهم. يعني طبعا ده بين قوسين. نكمل الخط ده بقى سعادتك، زي ما بقول لك بيلاقي قران بيتخطاه وده اصعب بكتير، وياخد الايه الثانيه يستخدمها، يلاقي سنه يتخطاها ما عندوش مشاكل خالص مفيش حاجه، وعنده 1000 مخرج انه يلاقي حديث في وشه وما يعملوش، وحديث صحيح نتأكد من صحته وما يعملوش، ما يعملوش يعني ما يعملوش، ويلاقي إجماع فيخترعه ويأسس له ويعمل له آيات ليس لها علاقة بالإجماع ويأسس له تأسيس وتأصيل بيسموه فقهي، ويثبت أركانه ويثبت سلطته هو على قول الإجماع، وبعدين يقولك ده ممكن ده ينسخ القرآن والسنة كمان. اللطيف بقى أنه لو لقى في الأقوال زي ما بقولكم بيعدي أي حاجة، الخط ده اللي انا مش عارفه الحقيقه، مش عارف ابتدى مع مين بس عارفين الخط عايز ايه بيقول ايه بيوصل ايه، بس مين اللي عايزه؟ انا مش من انصار نظريه المؤامره عامه في الدنيا، بس حاجه غريبه. فتلاقيهم فجاه، وانا بدي مثل دايما بمساله قالتها السيده عائشه، وركزوا في اللي اقوله عشان كل ده له علاقه بالبول. مثلا السيده عائشه يعني كانوا يشكروا فقيهه الامه والحميراء وعظيمه الله وعالمه امهات المؤمنين وكل اللي انت عايزه. مجرد السيدة عائشة وده حصل تقول مسألة بخلاف الصحابة التانيين اللي رووا، أو تعدل عليهم مسألة من أخص ما يكون، مثلا فعل كان يفعل النبي في بيتها، فهي أقرب 1000000% من أي صحابي كان بيشوفه نص ساعة، فما تعدل عليهم حاجة زي دي تلاقي أهل التراث جالهم القولين، جالهم مثلا هدي مثل يعني وده حصل، أن المرأة والكلب والحمر، أنا آسف في الجمع ده بس هو الحديث طبعا باطل لا يصح لكنه موجود في ما يسمى صحيح مسلم، يقطع الصلاة. يعني لو عدى قدامني بيصلي حمار مؤاخذة أنا آسف وكلب ومرأة تتقطع الصلاة، طبعا ده دجل لا علاقة له بالدين. فيروى وهي عايشة
فهي ما تهتمش مين اللي قال، هي طولت، هي عاشت ل 57 هجري والرسول توفي 11، فهي ما تهتمش مين اللي قال، بس تقول لهم حاجة أقوى جدا، تقول لهم إزاي يقولوا كده، بص مين اللي بتتكلم، ده أنا كنت ببقى قدامه نايمة مش معدية، نايمة كده أهو، وما كان يفعل إلا أن يغمزني أو يقرصني، يعني يعمل لي كده أقوم أشيل رجلي فيسجد، ثم يعني يقوم من سجدتي فأضع قدمي مرة أخرى، يعني قطع الطريق كده قدامه في بيته، أنا بتكلم عن بيت النبوة، وهي بتقول لهم أنتوا إزاي تقولوا كده، ده السنة العملية ما كانش بيعمل كده، ما كانش بيقول الست مش مرت قاعدة. طيب أنت كأهل تراث، واحد النهاردة محقق جالك القول ده عن 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 عن، وجالك القول ده عن نفس العنعنات غيرهم يعني، بس يعني السبيل ده، أنا هصدق مين؟ بخلاف بقى إن كده كده أنت عمال تقول دي الفقيهة العالمة اللي ما حصلتش، وهي فعلا كده 9 سنين في عز شبابها قاعدة مع الرسول في بيته، لازم تكون عرفت كل حاجة وفقيهة عظيمة يعني. فجأة أهل التراث ينصروا قول الذي قال أو جاء عنه إن المرأة والكلب والحمار يقطعوا الصلاة، ويتركوا قول ويهملوا بالمعنى الحرفي قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. لا ومش بس كده، يقول لك لا ما هي ممكن ما تكونش عارفة الاستدلال قوي في الكلام، لأن هي ما خدتش بالها، أقسم بالله كده مكتوب، لأن هي ما خدتش بالها طبعا باللغة العربية يعني، إن اللي تعدي غير النايمة. طبعا انا مش هفصل في الموضوع ده لانه هزلي يعني، قالوا لها لا مش واخده بالك، هي اللي تعدي حاجه واللي قاعده قدامه حاجه، خدي بالك يعني. طبعا ده بعديها ب 300 سنه اتقال الكلام ده. فطبعا الهزل هنا مش في الاستدلال لانه مضحك، الهزل انك فجاه العالمه الفقيهه اللي ها ممكن تنزع عنها كل الصفات دي وتخليها مش عارفه، يا حرام الاستدلال، عشان انت عايز الفكره دي. انت دي بقى مين؟ مش بس قال التراث، خط ما خلاص الست مستحقرة فنخليها مستحقرة، فكل ما يأتي استحقار ليها أنا هثبته، ولما يجي لي أم المؤمنين عائشة زوج النبي بتقول لي أنا مش حد سمعته، كنت ببقى قاعدة كده قدامه، لا 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 أنت مش واخدة بالك، ده أصل الفوات المشي يعني غير الجلوس والمكوس يعني نايمة، ستي بس مش عارفة، أنت إحنا عارفين. ده الخط. ايه بقى علاقه الخط اللي انا بقوله؟ في تخطي اي شيء يعارضهم، حتى لو منهم فيهم يعارضهم، لا فجاه يطلعوه ما يعرفش حاجه او له معنى تاني في كلامه او اي حاجه تمنع عنك الحقيقه او التيسير او العقلانيه. هطلع فاصل ده وارجع.